عزيزي المشاهد، يسر الآرامية أن تلتقي بك على البث المباشر في البرامج الإسبوعية التالية بحسب توقيت شرق أمريكا، ما بين الشريعة والنعمة، كل يوم جمعة الساعة 12 ظهراً. برنامج خدعوك فقالوا لك، كل يوم خميس الساعة 12 ظهراً. أنت تسأل والكتاب يجيب، مع الأخ إسماعيل، كل يوم أربعاء في 1 ظهراً. طريق الأقداس، برنامج للصلاة مع الأخ فادي حراق، كل يوم أربعاء الساعة 11 صباحاً. قوة الملكوت، برنامج للصلاة مع الأخ صفاء، كل يوم أربعاء الساعة 8 مساء. أضواء على العراق مع الأخ كمال يلدو، كل يوم أربعاء في 10 مساء. وارثون مع المسيح، برنامج للصلاة، كل يوم جمعة في الساعة 7:30 مساء. أما برنامج حرب بلا سلاح مع الدكتورة وفاء سلطان فيأتيكم يوم الثلاثاء الأول من كل شهر في تمام 1:30 بعد الظهر. أما برامجنا باللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء في 6:30 مساء مع القس جوزيف، برنامج The Cross and the Crescent Colliding World Views، كل يوم 2 في تمام 4:30 مساء. أما برنامج Truth Matters فيأتيكم في تمام 7 مساء يوم الاثنين. يوم الجمعة، برنامج إسلام and the News مع توني جورولي في تمام 5:30 مساء. شكراً لمتابعتكم وتواصلكم معنا على البث المباشر لكل برامجنا على الآرامية.